دكتور في نفس السياق حديث حضرتك، وخليني يعني أضع نفسي مكان المشاهد اللي ممكن ما يكونش عنده خلفية كبيرة قوي عن فكرة الأرشفة زي ما حضرتك تحدثت، والذاكرة والبيانات والرقمنة والفكرة دي، وفكرة تخزين حتى البيانات بهذا الشكل. ممكن حد يجي يقول دي ذاكرة دولة بعمق مصر زي ما حضرتك قلت، وعدد مهول من الورقيات، هل ده مؤمن؟ يعني هل النظام ده مؤمن؟ ده سؤال رائع صراحة، لأن يعني أنا طبعا هتكلم على ردا على سؤال حضرتك ده بنقطتين أو محورين، أنا آسف. يعني المحور إن في حاجة اسمها تأمين مراكز البيانات المعتاد عليه عالميا، اللي هو بيسموه التأمين الفيزيائي والتأمين السيبراني. تمام. فيزيائي ده يعني إيه؟ عشان نبسط للناس، زي ما بأمن بنك، مصفح وحراسة وكاميرات مراقبة، ده فيزيائي ده، والناس كلها عارفة يعني ايه تأمين اي مكان هام بيتم ازاي. تأمين سايبراني بقى انه ما يخترقش، محدش يعرف يدخل يخترق بياناتنا، وده معمول على اعلى مستوى. والجميل فيه ان اللي مأمنه شركات محلية، احنا ولادنا ولاد البلد. في 14 شركة محلية مشغلين مركز البيانات الجديد، في 1200 مهندس من ولادنا مشغلين مركز البيانات الجديد، فاحنا ولادنا ولاد مصر. ودي أهم حاجة. النقطة التانية، بياناتك عندك على أرضك. كان زمان لما ما عندناش الضخامة اللي موجودة دي، أنا لسه بقول لحضراتكم دول ثلاث مراكز بيانات مش مركز واحد. طبعا اللي لفت الانتظار الأنظار، أنا آسف قوي، بي 1، لأن بي 1 هو أول مركز حوسبة سحابية بالضخامة دي، واول مركز في قدرات ذكاء اصطناعي، ده على ارض مصر وفي شمال افريقيا في المنطقه بتاعتنا. فيعني ايه ده، حاجه جميله، وده حاجه مش هتستفيد منها مصر بس، لا دي حاجه لها مردود اقتصادي كمان. ليه؟ احنا مصر ربنا حبيها بموقع يعني ما فيش اجمل من كده. ف 90% من كابلات الالياف الضوئيه اللي شايله الانترنت على سطح الارض بتعدي على مصر. طالما انت بتعدي عندي، لو خدماتك عندي وعندي مركز بيانات ياخد خدماتك، طب ما انت بتستضاف عندي، واقدر احطك على مراكز بياناتي وهي على لديها من السعه اللي اكثر من احتياجات مصر بمراحل. احنا النهارده الجزء اللي مخصص لمصر بيقدر يشيل 50,000 مستخدم متزامن. كلمه متزامن اهم من مستخدم، اللي هم في نفس الثانيه، في نفس اللحظه داخلين. تمام. وقادره تشيل عدد الشركات الضخمه محطوطه ل 600 مؤسسه حكوميه هيبداوا يتشالوا، وقابله كل ده. وانا بقول المركز ده معمول دلوقتي وقابل للتوسع بشده في نفس اماكنه، في نفس التجهيزات، معمول حسابه توسع مستقبلا طبعا.